نموذج. أنا 10 سنين، أنا من غرينفيل ساوث كارولينا، وأنا من فلسطين. عايش بمدينة غرينفيل اسمها، هي كبيرة وحلوة ومحلات أنا بحب أروح هيك على البولينج ومحلات داون تاون وصحابي، هيك محلات بحب أروح. رايح على البولينج، هناك كتير لعب رح يكون، وإحنا أنا بحب كتير أروح على البولينج مع أصحابي وأهلي. وائل زي ما شفتي ولد كله طاقة، صاحب نكتي، وين ما بقعد بحب يعمل جو مرح. وائل طبعا ولد ذكي ومرح وشاطر كتير كتير، بس فيه اشي واحد بحبش لوائل، بلعب معه بحبش ينغلب، ونلعب مع غيره كمان بحبش ينغلب، بحب دائما هو الربحان، بحاول افهمه الدنيا فيها ربح وخسارة، يعني انت اليوم بتربح بكره بتخسر، بكره انا بخسر انت بتربح، هذا بطل شيء بدش شوي نعفي. عندي انا اخت واحدة اسمها ريم، 8 سنين هي. أصحابنا شو جابولنا؟ عصر عصفورين. شو حطيناهم بالباك يارد الكيج؟ إسا كانت تشتي وهوا قوي قوي قوي، إسا وقعت الكيج، 2 راحوا تبعي، أنا بقول عشان حبني، لقيناه هيك تحت محل بالفرنش بورج، أبوي أجا وحطوا بالكيج. إسا أختي يعني صارت هيك يعني بداش هاي، وليه هو يضل وأنا راح؟ هداك راح. إسا الكازنز تبعونا قالوا راحوا على البيت ستور وجابوا له واحد بالضبط بنت زيها وحطيناه هون. أنا بالصف 5، وأنا بالمدرسة اسمها ماضن ألمنتري، من K5 للصغار للصف 5، أنا صرت بالصف 5 قرب أخلص. أنا بحب التاريخ، يعني بحب أتعلم عن الهيستوري وشو صار وشو راح يصير هيك أشياء. YL has been in my class and he's been very engaged. He loves participating and he's great sharing his experiences and different foods and places that he's been to. He's a great student. أنا بحب
السحر كتير كتير. أول إشي أنا بديت مع الإنترنت، شفت هيك صرت أعمل، بس سيدي وستي أجوا هون وخالي أجوا هون، صرت أعمل نسحر وقالوا واو واو هيك، صاروا يكيفوا وأنا صرت أكيف عليها. بس خالي صار كان يروح، شو قال؟ راح على المول جبنا هدايا، جبنا 2 ماجيك كيتس. الشو صرت أتعلم كتير منن وصرت أكيف عليها، ورحت كمان على الإنترنت أشوف ويب سايتس كتير وصرت أتعلم وصرت أحبه. وين أنا حطيت هالباكس؟ أنا بدي أعملكم سحر إسا، بس شو هاي الدك اوف كاردز. هسه رح نعمل مع كروتي. فش شي بالبوكس، اول اشي اورجيكو، نحط الدك، فش شي هون، فش شي من الورا من القدام، حطوا هاي هون. هسه شو بدنا ناخذ الكاردز، نسحب 2 هون، 1 ها 1. شو بدنا نعمل هون؟ نحط الكاردز. شو هاي كارت قص هيك قص. شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط الدك بالهاي بالبوكس. هسه شو هذا القص؟ اذا هيك بس تعمله 3 مرات بعمل اشي يروح يختفي. طلع 1 2 3، طلع على البوكس. بس اشي بتعمل. انا كمان سحر مع ارنب، هاي 1 ارنب. هسه بدي لهذا السحر بدي اودينس. انت انا شفتك مره، ما سعدت مرتين ثلاثه. شو بدنا نجيب الارنب؟ هسه افتحي ايدك هون، نحط الارنب فيه. ارنب هسه سكري. هسه شو هيك اعملي، حركيه. استني 1 2 3. هسه في 2 كبار، هاي 1 هون هاي 1 هون. حلوة، طلع عليهن، فششي فيهن. إسا شو هني اتجوزوا؟ قال شو بيجي هيك تعملي لين؟ إسا شو امسكي امسكي امسكي، طلق ماسكي طلق. إسا شو 1 2 3 4 5، افتحي طلع. شو خلفوا؟ هاي 1 صغير، ها كمان صغير، ها كمان صغير، ها كمان. شو كل عيلة هاي كمان هون، طلع هاي كبير هاي كبير، هالام هالابو. شو بدنا نعمل؟ اول اشي بدنا 1 من الاودينس. نشوف استعملتك تعال انت تعال. اسا انت قولي لي وين الكوباية وين هاي الكوباية؟ هاي الباطل. طيب الباطل على هون صح؟ إسا طلع شو رح نعمل؟ رح نعمل لك كفر ورح نعمل لك كفر. إسا وين كانت الكوباية وين كانت الباطل؟ هاي كانت الكوباية هاي كانت الباطل. Are you sure? Are you 100%? 100%. طيب إسا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل هيك وهيك. إسا طلع بدك نظارات أنت؟ Are you sure يعني بدكيش نظارات؟ باي. أنا بحب ألعب التايكواندو، صرت بالتايكواندو ل4 سنين. بحب أنا أعمل السحر كتير، وبعمل أنا بلعب فوتبول وسلة. One thing and important of taekwondo, you have to go 1 tournament a year. If you don't, you can't continue, because you have to have عندك tournament 1 بالسنة. انا اتليست 2 ولا 3 مرات بالسنه بروح وبغلب ميداليات ولا تروفيز، اول تاني ولا تالت.
كان في ديمو تيم بيعملوا شوز للتايكوندو من الكوريا وشو اجوا بامريكا قالوا بدي يلاقوا عيلي يجيبوا ناس من الديمو تيم ويضلوا يناموا عندن. احنا قلنا نعمل هوست واحد نشوف كيف بيصير يكون حلو ولا شيك. شوف اجا فكرت هو مش رح يحكي انجليزي ولا مش رح يحب يلعب مع الاولاد الصغار هيك مع اصحابه. شو طلع ما هو حكى معنا اكثر من كل البيرنتس، يعني صار يلعب معنا على البلاي ستيشن على الترامبولين، كنا نلعب بكل اشياء وكان منيح بالانجليزي، علمناه انجليزي صار يحكي كثير، اخذناه على البيتا هاوس واخذنا كل محلات. احلى اشي that we got to meet a guy يعني من كوريا for real، نام عنا وكان في experience يعني شو تعمل. بالبيتا هاوس هالمطعم لإلنا. إحنا بالصيف منيجي هون بحط مريول وبجيب خبز وبحط تاجز على الأغراض وباجي هون ومنصير نساعد. شو هاي ريم؟ شو هاي اسمه؟ زعتر. شاطرة. البيتا هاوس اثر عليه من اول شيء يضلوا يتكلم يحكي العربي، يضل يحكي عربي لانه عمامه كمان هناك بيحكوه بجاوبين عربي، كمان هن بينبهوا اذا جاوب انجليزي بلفتوا نظر انه جاوب عربي، بشوف ناس كثير بتفوت علينا بنحكي معها عربي، كمان شيء ثاني اللي هو من لهجات مختلفه، ناحيه كمان اكل صار بحبوا الاشياء الاكل العربي انه مش انه خلص يتمسكوا بالاكل الامريكاني وهذا هو. ف الاكل العربي صار بحبه بيطلعوا كيف كمان ينعمل، عم بشوف وائل كيف عم بشوف ابوه كيف بيعمل بالاكل بالمحل، عم بحاول انه كمان يقلده، بصير يجي عندي بصير يقول لي اعطيني اعمل اعطيني، بحاول ابعده عن الاشي انه بعده طبعا بجيل اللي هو صعب يفوت يمسك شغلات مثل هيك، بس انه عنده الرغبه. تعلمت العربي من عائلتي بس نحكي عربي بالبيت، ومرات بالبيتا هاوس عشان في كتير ناس هناك بيحكوا عربي. هني طبعا عايشين هون داخلين بالمجتمع الامريكاني طبعا، بس قلت لك انا ايش واحد احنا بناخذ وائل وريم على البيتا هاوس من على الشغل بيعرف انه احنا عرب ولازم نعرف لغه عربيه بجانب اللغه الانجليزيه، طبعا هني بالمدرسه بيحكوا انجليزي واحنا طبعا نسيت اقول لك